منذ ظهور عصر العملات الإلكترونية طرأت العديد من التغيرات في السوق المالية والبنوك التقليدية. أصبح معظم الناس يتعاملون بالعملات المشفرة في كل معاملاتهم، ولكن ظهرت مشكلة أخرى هي مكان تخزين العملات المشفرة. هنا جاء دور المحافظ الإلكترونية لتخزن وتحل المشاكل، لأنها من الأمور المهمة والتي لا يمكن تحاشيها، فهي تساعد مستعمليها على تخزين عملاتها الرقمية وإدارتها في نفس الوقت من خلالها. وتنقسم المحافظ الإلكترونية إلى قسمين: المحافظ الباردة والمحافظ الساخنة. والمحافظ التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو هي المحافظ الباردة، وأشهرها محفظة ليدجر نانو التي تعد أفضل نوع من صنفها، وسوف نحدثكم عن جميع مميزاتها وكيفية استخدامها وطريقة الحصول عليها، لذا لا أنصحكم بتفويت أي دقيقة من هذا الفيديو. ليدجر هي شركة فرنسية تنشط في صناعة وتصميم المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملات المشفرة للأفراد والشركات، وكان أول ظهور لها عام 2014، مما يعني أنها استطاعت النجاح في وقت صغير يقدر بستة سنوات فقط، كما أنها استطاعت من تكوين منصة خاصة بها للعملات الرقمية قائمة على تقنية بلوكتشين، ويقع مقرها في باريس ونيويورك وفيرزون وهونغ كونغ، كما أنها قائمة بفضل فريقها من المطورين الذين يقدر عددهم ب 170 عبقري ومحترف يعملون على تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات لحماية العملات الرقمية، كما أنها تفوقت في ابتكار نظام تشغيل خاص بها أيضا بولوس، الذي ساعدها كثيرا عبر الاعتماد عليه في ابتكار محفظة خاصة بها التي لها شكل USB والتي تختلف أحجامها وأشكالها. يمكن لك حملها معك في جيبك كالهاتف المحمول، مما يجعلها قريبة منك في أي وقت، وهي مصممة لتحتوي العديد من أنواع العملات المشفرة في آن واحد بسعة تخزين ضخمة، وأيضا مليئة بالمميزات المذهلة والمختلفة. لذلك هيا بنا نتعرف على مميزات محفظة ليدجر نانو إس لتخزين العملات المشفرة، ولماذا عليكم استعمال المحافظ الباردة لتخزين العملات. لتتعرف على جميع مميزات المحافظ الباردة، فهي تتسم بالأمان التام وليس لها أي اتصال مباشر بالإنترنت، ويمكن لك حملها لأي مكان ذهبت إليه. تغنيك من مشاكل الاختراق التي يتعرض لها المحافظ التي لها اتصال بالإنترنت. يمكن لك استخدامها لحفظ كل عملاتك الرقمية بعد تحويلها من المحفظة المتصلة بالإنترنت، وتحتوي العديد من أنواع العملات الرقمية مع سعة تخزين كبيرة تصل إلى 1000 توكن. في حال فقدتها تبقى عملاتك آمنة لأنه يمكنك استردادها، محمية بأشكال حماية متطورة مما يجعل اختراقها أمرا مستحيلا على الهاكرز. تتميز بسهولة وسلاسة استخدامها من دون أي تعقيدات. مثلا إذا كان لديك حساب بنكي وتم اختراقه من شخص مجهول، سرقت جميع أموالك. تكون للبنك في تلك اللحظة القدرة على التدخل واسترجاع جميع الأموال المسروقة، وفي حالة تم حدوث نفس الشيء للمحافظ الإلكترونية وتم سرقة جميع عملاتك الرقمية، فلن تتمكن من استرجاعها. بكل بساطة، إن معظم العملات الرقمية المشفرة هي لا مركزية ولا تتمتع بدعم البنك المركزي، لذلك يستحيل تعقبها أو معرفة مكانها. الآن يأتي الدور في المحفظة الباردة ليدجر نانو التي تصنف من المحافظ الباردة، مما يعني أنها غير متصلة بالإنترنت، مما يعني أنه لن تتعرض للاختراق نهائياً، لذلك تعد أنسب اختيار لتخزين جميع عملاتك. ومن الخصائص التي أتت بها محفظة ليدجر نانو أنه تم تطويرها لتكون مبسطة قدر المستطاع ليسهل استعمالها من طرف مستخدميها، وتم تصميمها أيضا على أشكال مختلفة الحجم لتسهيل حملها لأي مكان لمستخدميها، كما أنهم أضافوا لها سكرين صغير لكي تبقى مطلعا على عملية استقبال العملات أو إرسالها سواء عن طريق الحاسوب أو اللابتوب أو الأجهزة اللوحية بجميع أنظمة تشغيلها الأندرويد، iOS وغيرها. فإذا ما تم اختراق محفظتكم الرقمية ولا يوجد سبيل لاسترجاعها، لذلك من المهم استخدام المحافظ الباردة لأنها محصنة بالكامل من أي خطر جراء الاختراق. ومن الدروع التي تتميز بها محفظة ليدجر للحماية هي خاصية كلمة السر التي تعزز بها محفظتك الباردة، والتي تنفعك في حالة فقدتها في مكان ما،
وحاول شخص ما الدخول إليها، كما تمنع أي مخترق من التسلل داخلها عند ربطها بالإنترنت، كما أنها تضع حاجزاً قوياً لباقي كل المعلومات الحساسة في أمان كالمفاتيح السرية Private Keys التي يستعان بها لاسترجاعها كل العملات إلى المحفظة. من الخصائص التي تتمتع بها محفظة ليدجر نانو أيضاً هي أعلى مستويات التشفير للحماية، حيث أنها تحتوي على شريحة ST31 وSTM32 التي تقوم بدور حماية جد متطورة، والتي تتمثل كدرعاً لخلق مكان مثالي لتخزين عملاتك وإبقائها آمنة جداً، كما أنها تقوم بحماية كل ما تحتويه المحفظة من العملات إلى المعلومات الحساسة، وذلك بشهادة مستعمليها. محفظة ليدجر نانو إس تتيح التحميل فيها عدد لا يحصى من مختلف العملات الرقمية، من أبرزها بيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين والبيتكوين كاش، والعديد من التطبيقات الأخرى التي تسمح لك محفظة ليدجر نانو استعمالها في داخلها بسهولة، وتعد من أفضل الخيارات المتاحة للاستعمال كمحفظة شخصية لحفظ كل العملات الرقمية، كما أنها تعد أفضل محافظ دفتر الأستاذ مفتوح، حيث أنها تستخدم أفضل شرائح Secure Element لحماية جميع بياناتك القيمة، كما تتيح التخزين الذاتي لجميع العملات من بينها عملة الريبل والإيثيريوم والبيتكوين، كما أنها تضمن الأمان التام عند إجراء أي صفقة سريعة، ويمكن الاستعانة بجوجل كروم لاستخدامها في حاسوبك لتحويل العملات أو استقبالها بكل أريحية. هذه هي عبوة ليدجر نانو إس بحجم علبة الموبايل، في الخلف مكتوب أنه يعرض على شاشة العملات البيتكوين والإثيريوم إلى آخره، كما أنه مكتوب أنها صنعت في فرنسا. بعد فتح العبوة هناك ملحقات، وهي وصلة USB وحلقة وخيط لتعليق الليدجر بالرقبة أو مع المفاتيح. أيضا هناك دليل 24 كلمة يعمل ريكوفري في حال ضياع الليدجر أو الباسورد، يتم فتحها هكذا في الولد لتظهر بعض المعلومات خلفها، وهناك الشاشة ومنفذ USB، وهناك ورقة بها موقع إلكتروني. ادخل إلى الموقع الإلكتروني ledger.com/start. في الأسفل يطلب منك خطوات العمل: أولاً تحميل أبليكيشن، ثم التشغيل هاردوير وإدخال كلمات السر، ثم تحميل الأبليكيشن كمحفظة إلكترونية. لتحميل العملات علي ثم ربط المحفظة بحسابك، يمكنك التحويل أيضاً من المنصات ليدجر نانو إس مباشرة. هذا هو تطبيق ليدجر لايف، اختر Set Up New Device أو Restore Device from Recovery Phase، أي استعادة الديفايس بواسطة 24 كلمة التي احتفظت بها، أو Skip Device Setup، أي ادخل الابليكيشن بدون تحميل الديفايس الجديد. اختر الخيار الأول لإدخال الجهاز الجديد واختر نوع الليدجر. هذه الشاشة تظهر لك Welcome، ويطلب منك الضغط على الزرين الأيمن والأيسر، والتي تبدل بين الخيارات على الشاشة، وعند ضغطها معا تعطي أمر موافق للخيار المحدد. اختر ليدجر نانو إس و Continue. سيظهر لك Choose Your Bank، وهنا اضغط على الزرين معا كما يطلب منك، وسيخبرك أن الزر اليمنى هي للقبول واليسرى هي للرفض، ويطلب منك الرقم السري. أدخل الرقم السري، وبعد إدخاله يسمح لك بإدخال الرقم بعدد الخانات التي ترغب فيها. بعد ذلك تخبرك بإدخال 24 كلمة الموجودة في الورقة المرفقة مع الجهاز. أدخل الزرين معا للموافقة. يظهر لك الكلمة الأولى مثلا أبولوجي، وهكذا حتى 24 كلمة عليك تسجيلها على الورقة المرفقة مع الجهاز. بعد ذلك يطلب منك التأكيد على أنك قمت بتسجيل الكلمات كلها، وسيطلب منك كلمة من الكلمات، مثلا الكلمة رقم 10، الكلمة رقم 19 إلى آخره. أدخلها بهذا الشكل واضغط على الزرين معا، وسيتم سؤالك عن أكثر من كلمة. بعد التأكيد يظهر لك New Device Ready،
اضغط على الزرين مرة أخرى وعندها سيتم وصل الديفايس واضغط على Continue. استمر بالخطوات Continue وسيسألك إذا أدخلت بين كود وأدخلت 24 كلمة وهل الجهاز أصلي أم لا. اضغط على Check Now وسيظهر لك Old Car Manager. اضغط على الزرين ليظهر لك بالبرنامج إذا كان جهازك أصلي أم لا. ثم يطلب منك كلمة سر للأبليكيشن الموجود على الكمبيوتر. بعد ذلك يظهر لك حجم النانو اس وعدد البرامج الموجودة. لتحميل الأبليكيشن من أب كاتالوج هناك العملات يمكنك تحميلها من خلال الضغط على انستول، وسيظهر لك كم كيلو بايت تم استخدامها من كامل مساحة ليدجر، وسيظهر لك في أب انستيلد قم بعمل إضافة أكاونت إثيريوم. يطلب منك الضغط على الزرين في الجهاز وسيظهر لك أبليكيشن أزريدي. اضغط على اليمين ليظهر لك التحميل على الشاشة. على الكمبيوتر ستنتقل للخطوة الأخيرة وهذا هو الأكاونت ورصيدك، وهذا بعد التحويل. اضغط ريسيف لاستقبال الأموال واختر إثيريوم واضغط أوكي. إثيريوم هذا كمثال سيدخل للنانو ليدجر وسيعطيك عنوانا ويطلب منك تأكيده على الجهاز. اقرأ العنوان على الجهاز واضغط موافق. حول المبلغ وادخل العنوان والمبلغ واذهب للجهاز وقم بعمل أبروف للأدرس ليتم الإرسال، ولن يتم الإرسال بدون عمل أبروف للأدرس. وعلى الكمبيوتر ستجد الرصيد الذي تم إرساله في ليدجر لايف، وستجد عندك عمليات التحويل التي تم إرسالها والتي ما زال إرسالها مستمرا ولم يتم بشكل نهائي. بهذه الطريقة تم ربط ليدجر نانو إس بجهاز الكمبيوتر عن طريق أبليكيشن ليدجر لايف. شاركونا استفساراتكم بالتعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.